نهاركم سعيد مشاهدينا لليوم الثلاثة 10 حزيران 2014. طبعا المشهد الأساسي اليوم كله عم بيركز على اعتصام هيئة التنسيق النقابية بوزارة الداخلية، ويبدو بأن الاعتصام انتقل إلى داخل هذه وزارة التربية، ويبدو أن هذا الاعتصام دخل إلى داخل يعني أروقة الوزارة، وذلك لمزيد من الضغط بهذا الملف. طبعا الموضوع عالق بخصوص يعني يوم موعد الامتحانات الرسمية، هيئة التنسيق النقابية على موقفها، بينما وزارة التربية حددتها أنه الامتحانات بموعدها وما من تأخير، لا بل أنه في بعض الأساتذة المتعاقدين سيقومون بالمراقبة والتصحيح. أدي مصير التلاميذ اليوم بالبكالوريا وبالبروفي معلق على هيدي الأزمة الاجتماعية السياسية، إضافة طبعا إلى كل المواضيع العالقة في لبنان. يعني جلسة مجلس النواب فشلت للمرة السادسة بأنها كما هو متوقع بأنها تنتخب رئيس للجمهورية، ومهب الفراغ أصبح واقعا مكرسا في لبنان، إضافة طبعا إلى كل المواضيع الإقليمية من سوريا إلى مصر، مواضيع سنناقشها مع ضيفنا الصحافي حازم الأمين. هرك سعيد، أهلا أهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم المشهد كتير بيسيطر عليه موضوع السلسلة والامتحانات، اليوم يمكن الامتحان الأخير لهذا الموضوع. قبل ما أبلش بنقاش معك، خلينا انتقل إلى الزميل مارون نصيف المتواجد بوزارة التربية لمتابعة فعالية هذا الاعتصام. نهارك سعيد مارون. مارون، نهارك سعيد ديما لإلك ولضيفك ديما. نقل الاعتصام إلى داخل مبنى وزارة التربية في اليونسكو بعدما كان مقررا أن يقام في أمام هذا المبنى وأمام المدخل الخارجي. يبدو هناك نية فعلية لدى هيئة التنسيق النقابية بتعطيل وزارة التربية والتعليم العالي عشية الامتحانات الرسمية التي ينوي الوزير الياس مصعب إجراءها يوم الخميس المقبل للشهادة المتوسطة. هذا الاعتصام إذا صدقت هيئة التنسيق النقابية وأبقته مفتوحا هنا داخل هذا المبنى، هناك مشكلة أساسية لدى الوزارة، لأنه بطبيعة الحال سيشل عمل اللجان التي ستضع الأسئلة وستضع الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة التي ستجرى امتحاناتها يوم الخميس المقبل. اللجان تأتي إلى هذا المبنى قبل 24 ساعة، تقفل الأبواب وتشل الهواتف، إرسال الهواتف الخلوية، وتبقى هنا على مدى 24 ساعة. ما يقول أعضاء هيئة التنسيق النقابية، ما يقوله حتى هذه اللحظة، إن الاعتصام سيبقى مفتوحا داخل مبنى وزارة التربية، هذا ما أكدته مصادر الهيئة للـ LBCI. وسنحاول بعد قليل أن نأخذ نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ لاستضاح إذا كانت هناك نية فعلية لتعطيل هذه الوزارة، لأن المعركة أصبحت مفتوحة مع وزارة التربية، أم أن هذا الاعتصام هو تزامنا مع جلسة مجلس النواب المقررة اليوم لبحث سلسلة الرتب والرواتب وهذه الجلسة التي ستنعقد اليوم. أيضا هناك جدل حول انعقادها. أصبح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة إلى جانب أستاذ نعم محفوظ، يعطيكم العافية. الله يعافيك. نقلت الاعتصام من برا لجوا، هل صحيح أن هناك نية لتعطيل الوزارة عشية الامتحانات لمنع وضع الأسئلة؟ هيدا البيت بيتنا مثل ما قال معالي وزير التربية، وصحيح هذا الكلام. وزارة التربية يعني الوزير والإدارة المعلمين، نحن باقيين بهالوزارة منتظرين جلسة مجلس النواب، على ضوء ما سيصدر من مجلس النواب سنقرر خطواتنا بهذه الوزارة. وبدي أقول للطلاب والأهالي وللطلاب خاصة، ما حدا أحرص عليكم منا، نحن بدنا نعمل امتحانات نزيهة، امتحانات تربوية بتحافظ على الشهادة اللبنانية. اللي عم يحاول يعمله معالي الوزير هو امتحانات هاد إيدك والحقني، نلملم مراقبين عن الطرقات، نجيب أسئلة تهريب، نجيب أسئلة من بنك الأسئلة بدون لجان فحصة، بدون رؤساء مواد، بدون دراسة المادة. نحن المسابقة وقت اللي بنحطها الأساتذة بيقعدوا بيحلوا المسابقة، إذا أخذوا وقت زيادة عن اللزوم نرجع بنزيد الوقت للطلاب أو ننقص من المسابقة. الامتحانات ما بتصير هيك. يعني أستاذ فينا نفهم اليوم أنه اليوم غرفة عمليات هيئة التنسيق النقابية نقلت بالوزارة، وأنا بدي أكد من كل المناطق التربوية، إجينا خبر من كل المناطق التربوية بلبنان،
الاساتذه ملتزمون بالمقاطعه بهيئه التنسيق النقابيه وما في امكانيه لامتحانات يوم الخميس الا اذا الوزير قعد مع هيئه التنسيق واتفقنا على الامتحانات. طيب سؤال افتراضي واخير، فيما لو لم تقر السلسله اليوم بمجلس النواب الاعتصام مفتوح تعطينا الوزاره وارد؟ سنقرر خطواتنا مساء بهذا المكان بناء على ما سيصدر. صحيح صحيح. إذن ديما هذا هو المشهد، يبدو أن التوجه هو للاعتصام المفتوح داخل مبنى وزارة التربية لتعطيل عمل الوزارة عشية الامتحانات الرسمية. ديما أوكي، شكرا لك مارون. ومن مكان اعتصام هيئة التنسيق النقابية داخل وزارة التربية سأنتقل إلى مجلس النواب مع زميلة هدى شديد اللي عند المعطيات مع الوزير بوصعب. نهارك سعيد هدى. نهارك سعيد ديما، إليك ولضيفك وللمشاهدين. بالفعل يعني موعد الجلسة هو 10:30، الرئيس نبيه بري صار بمكتبه بمجلس النواب وينتظر الاجتماع مع وزير التربية الياس أبو صعب قبل الدخول إلى هذه الجلسة التي بات معروفا أن 14 أذار تقاطع هذه الجلسة بعدما أعلنت المواقف بالأمس وتم التأكيد عليها حتى ليل أمس بأنه المستقبل ضد سلسلة رتب ورواتب بالصيغة المطروحة فيها، فيما الفرقاء المسيحيون الآخرون بيعترضوا على أي تشريع حتى السلسلة الغير المتفق عليها قبل انتخاب رئيس للجمهورية. بهيك بيصير أنه الجلسة حتى لو حضر تكتل التغيير والإصلاح ونواب الثامن من أذار مع كتلة النائب وليد جنبلاط اللي رح يحضر مع بالرغم من اعتراضه على موضوع السلسلة وقد يصوت ضدها إذا بقي نوابه في القاعة إلى حين التصويت، هذه السلسلة لا تحتاج إلى نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحدا من أجل تأمين النصاب، والأكثرية النسبية يعني نصف الحاضرين زائد واحد للتصويت عليها. ولكن إذا غاب فريق أو مكون أساسي من مجلس النواب يعني الفريق السني إذا غاب عن هذه الجلسة ربما الرئيس نبيه بري لن يعمد إلى عقدها عملا بما كان يقوم به في أوقات سابقة حفاظا على ميثاقية الجلسات وقراراتها. وحتى ما نتأخر على الوزير الياس أبو صعب اللي عنده لقاء مع رئيس نبيه بري حفوت دغري بصلب الموضوع، هيدا الست إن بالوزارة وداخل الوزارة شو رد تكون عليه؟ أولا أنا من أول يوم جيت على الوزارة قلت لهم للأساتذة أنه هيدي وزارتكم وإذا أي يوم بتحبوا تحتجوا أو تتظاهروا هيدي المكان المناسب لإلكم. أنا برحب فيهم اليوم والوزارة مفتوحة وأنا عطيت من الصبح تعليماتي حتى من امبارح كان فيها التعليمات، أي يوم بيجوا الأساتذة بدوا يفوتوا على الوزارة ما بدي حدا يوقف بوجهن، هيدا المكان اللي لازم هن يكونوا موجودين فيه. أنا بتمنى عليهم يضلوا موجودين لحتى نحن وياهم نقدر نناقش المرحلة الجاية. بقى بالتالي أنا مبسوط إنه هن بقلب الوزارة لأنه مكانهم هونيك مش مكانهم على الطرقات مثل مكان الحكومات عم تدفعهم ليكونوا موجودين. أهلا وسهلا فيهم بالوزارة وزارتهم، بيقدروا يقعدوا بأي طابق بيحبوا يقعدوا فيه وقد ما فترة بتتطلب منهم يكونوا موجودين هيدي وزارتهم وهيدا مكانهم المناسب. بالنسبة لنهار الخميس يعني أقرت السلسلة أو لم تقر الامتحانات قائمة بوقتها؟ أنا بتعرفي هلأ الوقت كتير حساس قبل هالجلسة، كان عندي لقاء أنا مع وليد بيك جنبلاط قبل ما أجي، رح يتبع هلأ بلقاء تنسيقي كمان بناء على طلبه مع الوزير وائل أبو فعور والوزير أكرم شهيب. عنا نحن إذا بدك فرصة أمل أنه نقدر نعمل خرق باليوم بموضوع السلسلة، إذا صار هالخرق إن شاء الله بنكون عم نشوف نهاية سعيدة لهالموضوع، وإذا ما صار هالخرق راح اجتمع مع هيئة التنسيق. وأنا سمعت الكلام اللي كان عم يطلع قبل شوي، أنا ولا يوم من الأيام قلت ما بدي حاورهم، أنا الخلاف كان بيني وبينهم على جهوزية الطلاب، يعني إذا منخبر الطلاب قبل بيوم من الامتحانات ولا بخبرهم قبل بأسبوع. أنا ارتقيت أنه ما في حط الطلاب ب 24 ساعة نوتس وقل لهم طلعوا عملوا امتحاناتكم بكرة، مشان هيك أنا قبل بأسبوع من الامتحانات بلشت قل لهم يوم الخميس عندكم امتحانات كونوا جاهزين. واليوم برجع بقول لهم من هلأ لكم ساعة رح يبين شو رح يصير بموضوع السلسلة، ولكن أنا مصر أنه بكرة يوم آخر ونحن من واجبنا نقول للطلاب امتحاناتكم يوم الخميس. وأنا أكيد أنه هاي الأساتذة معنيين بالطلاب مثل ما أنا معني بالطلاب، مثل ما أي أهل مثل ما أي حدا معني فيهم، بالتالي ما بدنا يضيعوا البوصلة، بدنا الطلاب يكونوا جاهزين يوم الخميس لأنه في امتحانات نهار الخميس الصبح. إذا بقيوا مع تصميم داخل الوزارة هل بإمكانكم أنكم تأمنوا الأسئلة للطلاب نهار الخميس؟
الحكي اللي عم ينحكى على موضوع الأسئلة وكأنه نحن عم نعمل شيء غريب عن المتآلف عليه مش دقيق. الامتحانات عم تنوضع بطريقة مثل ما كل عمرها تنوضع فيه. في حوالي 60,000 استاذ بلبنان اللي بيحطوا الأسئلة فيهم يكونوا عددهم لكل مادة بدنا نوضعها فيه يكون عددهم بين 4 و5 و6 أساتذة. أنا اللي بعتقد اللي مراهن أنه ما فينا نأمن 4 أو 5 أو 6 أساتذة عن كل مادة ليوضعوا الامتحانات بيكون مخطئ. وأكثر من هيك أنا سمعت أحدهم اللي تابع لهيئة التنسيق بيقول أنه هو بهاللجان. أنا اطلعت على 10 سنين مرقوا لورا ما شفت اسمه ولا مرة كان هو عضو بهيدي اللجان اللي بتوضع الأسئلة. بالتالي ما بدي أخذ الطلاب على وهم من وراء هالكلام العالي اللي عم يطلع. ما بدي أحكي أكثر من هيك. أنا حكيت اليوم مع الأستاذ حنا غريب وحكيت مع الأستاذ محمود أيوب وعم بتواصل مع كل الأفرقاء لأنه بالنتيجة هيدا الموضوع بيعنيهم مثل ما بيعنيني. أنا عم حارب كرمالهم كرمال السلسلة، هيدا وعدتهم فيه من أول يوم، رح ضلني صوتهم ورح ضل ماشي بهالاتجاه. بثلاث أيام اللي مرقوا ما كنا عم نشتغل إلا سلسلة، هدفنا إقرار السلسلة، هدفنا نعطيهم الست درجات. عم بيشتغل كرمال هيدا الموضوع. بنفس الوقت لازم الطلاب يكونوا حاضرين وأنا ما بقدر أتخلى عن مسؤوليتي من إجراء الامتحانات. هيدا واجب علي كوزير تربية وأنا حقي يكون عم طالب بإجراء الامتحانات يوم الخميس. وأنا بقلكم أنه الامتحانات رح تكون الخميس وبتمنى على الطلاب يكونوا جاهزين. بدي أسألك يعني كتلة المستقبل قد لا تحضر الجلسة والأكيد أنها ما رح تحضر الجلسة بعد موقف اللي أخذتهم بارح، وأنت شاركت بالاجتماعات اللي صارت بمكتب الرئيس نبيه بري، هل تعتبر أنه التمايز بين النائب بهية الحريري عن الباقين ممكن أنها تحضر مع رئيس تمام سلام أنه ممكن يعطوا ميثاقية للجلسة وتنعقد الجلسة، وفي حال ما انعقدت عندك بلان بي لأنك تأكد على إجراء الانتخابات الامتحانات نهار الخميس؟ اولا حضور الست بهية الحريري له رمزيه كتير كبيره، يعني ما بقى فينا نحكي اكيد منها انا رح تحضر. انا اكيد منها انا رح تحضر لانه هي مقتنعه وانا وياها كنا على تواصل دائم. واذا بدك معظم الطروح اللي انا ماشي فيها واللي عم نقترحها هلا لحل هيدي افكار من عند الست بهية الحريري. بالتالي ما بقى فينا نحكي على ميثاقيه للجلسه طالما الست بهية موجوده فيها. معليش صار الموضوع سياسي ما عاد ميثاقيه. ما بقى عم نحكي نحن بمقاطعه اللي هي بتاثر على ميثاقيه الجلسه، صرنا عم نحكي بمقاطعه سياسيه. حق كل فريق يعبر عن رايه بحضوره او بعدم حضوره الجلسه. نحن جماعة عبرنا عن هيدا الحق بجلسات سابقة، بالتالي ما بناخد هيدا الحق من الآخرين ولو هن كانوا عم ينتقدونا وقت اللي نحن عبرنا فيه. بالتالي كل واحد بينتقد عم يرجع يوقع بنفس المطبة. عشان هيك أنا مؤمن أنه حقهم يقاطعوا أو حقهم يحضروا، إنما الميثاقية صارت واضحة ومنا غيبة عن هالجلسة. والامتحانات يوم الخميس صرت قايلها كذا مرة، بطلب من الكل يكونوا جاهزين ليوم الخميس. شكرا لك معالي الوزير الياس أبو صعب، ونحن ناطرينك بس تخلص اجتماعك مع رئيس نبيه بري. ديما بدي شير إلى أنه نواب 14 أذار رح يطلوا من هالمنبر هون حتى يتوجهوا بكلمة بتبين موقفهم من السلسلة، اعتراضاتهم على التضخم الأرقام فيها اللي أضيفت كما قيل لنا حوالي 800 مليون دولار من دون أي تغطية لهالتكاليف هيدي، وربما يدعو هؤلاء نواب 14 أذار كل الأساتذة الذين ينتمون أو الذين يعني يعتبرون موالين لخط 14 من أذار من أجل عدم مقاطعة الامتحانات، وهذا ما سيتم التأكد منه بعد لما يوصلوا لهون ويعلنوا الموقف اللي بدهم يعلنوا من مجلس النواب بمواساة الجلسة اللي رح تنعقد يعني بانتظار إذا كان رح يعقد الرئيس نبيه بري أم لا بغياب نواب 14 أذار. نعم. باستثناء مثل ما عم بيقول النائب بهية الحرير إنه رح تحضر مثل ما عم بيقول الوزير الياس أبو صعب، بس نحن إنه يعني حتى ما اتصلنا فيها حتى نسمع منها هيدا الموقف ديما. نعم شكرا لك الزميلة هدى شديد. طبعا نحن سنكون يعني في تغطية مباشرة ويعني دائمة لتحركات هذا اليوم. برجع برحب فيك أستاذ حزم الأمين، يعني بنعتذر تأخرنا عليك بس يعني الظروف بتفرض حالة بهيك موضوع. خلينا نبلش طبعا من هذا الموضوع المشتعل اليوم، وزير
الوزير بوصعب عم بيأكد أنه الخميس في امتحانات بغض النظر أقرت السلسلة أو لم تقر السلسلة. طبعا هيئة التنسيق اعتبرت أنه هذا موقف كتير واضح ضده، بمعنى أنه هو خلاص عم بيشجع مجلس النواب أنه ما يقر السلسلة بالشكل اللي هن بدهن إياه، طالما أنه هيك الامتحانات قايمة، يعني جردهم من ورقة الضغط الأساسية لإلهم. كيف بتقرأ المشهد؟ اولا ورقه الضغط هذه ما انا ورقه نزيهه اذا استعملت، لانك عم تستعملي مصير طلاب وموسم صيف وبعمليه ضغط على حكومه بموضوع السلسله، لا سيما وانه هذه السلسله مموله بطريقه اشكاليه، هناك سوء تفاهم كبير حول تمويل هالسلسله، مين الشرائح اللي رح تدفع، واللي يبدو انه الشرائح اللي رح تدفع حقها للسلسلة هي شرائح مشابهة للشرائح المستفيدة من السلسلة، سواء عبر رفع ضرائب التفئة، سواء عبر زيادة يعني الخزينة من خلال جبايات رح ترهق أولا المستفيدين من السلسلة والمشابهين لهم من يعني على المستوى الطبقات الاجتماعية. لن تمول هالسلسلة من الأملاك البحرية، من المخالفات الأملاك البحرية، لن تمول من رفع الضرائب على الشركات وبالتالي في سوء تفاهم وفي كباش كبير. ليش الطالب بده يدفع ثمنه؟ يعني وليش هيئة التنسيق النقابية اختارت أولا هذا الوقت لخوض هالمعركة، وقت البلد في فراغ وما في نصاب سياسي كامل؟ لا، لهم ثلاث سنين عم بيخوضوا هالمعركة، لهم سنتين خطوات يعني. الخطوات التصعيدية بلشت بهالفترة، وانا ما بشوفه لأنه عندهم حل، يعني كانوا يعني لأنه كان الوقت عم بيداهمهم. لا يعني انا مني معود اني اشوف الحركة النقابية بلبنان مستقلة عن الحركة السياسية، ما كل عمره توظف بالانقسام السياسي، مع كل عمره توظف. الهيئة هي من يمكن الحركات القليلة كتير. ليش؟ يقال في انطباع عند الكثيرين يعني انه هذه الهيئة نجحت بانها تكتسب صفة اجتماعية نقابية بحتة بعيدا عنه. شو يعني شو ليه عندك انطباع اخر؟ يعني عندي انطباع آخر، بمعنى أنه أولا المساومات اللي عم تصير بمجلس النواب حول إقرار السلسلة وعدم إقرارها خاصة كتير بالاستحقاقات السياسية، هي أول. وثانيا سكوت الحركة النقابية عن وهيئة التنسيق عن هالمساومات توحي بأنه مستعدين يساوموا على يعني ساموا سياسيا على هذه السلسلة، مستعدين يهدوها للكتل المتنافسة، كتلة التغيير والإصلاح، ساعة مع إقرارها ساعة ضد إقرارها، تبعا لمؤشر الرئاسي. الموقف الواضح الوحيد لهلا هو موقف كتلة المستقبل اللي ضد السلسلة. الكتل تاني موقفها رجراجي وعم بتشوف المشهد السياسي وعلى أساسه بتقرر. كل هذا أنا برأيي الكلام اللي قالته زميلتنا من مجلس النواب عن أنه اتجاه قوى 14 أذار لطلب من أساتذتهم المشاركة بالتصحيح، كمان هذا خطأ كبير إذا 14 أذار فعلا عملت هيك، لأنه هذا خطأ عمليا، هذا تدخل بالحياة النقابية بمستوى من يعني من التمثيل مختلف عن التمثيل السياسي، يعني عم بيشقوا الحركة النقابية وعم بيربطوها بالانقسام السياسي. وعم مين اللي عم بيشق 14 أزار إذا أخذت هذا القرار، أنه قرار دعوة أساتذتها للمشاركة بالامتحانات قرار فعلا خطأ ووقح، يعني أنه وبيشبه توظيف اللي عملته قبل 8 آذار للحركة النقابية بالتظاهرات وبسبعة أيار ومشان هيك أنا بقول أنه هذه الحركة النقابية حركة هشة وضعيفة بلبنان، وممكن وما عندي ثقة الحقيقة
باستقلاليتها وب وب يعني قدرتها على يعني يعني مين مين ممكن تتهم سياسيا بانه واقف ورا هيئه التنسيق النقابيه يعني شو تكتلات الشيعيه يعني عم تستعمل كيف تستعمل ب ما يعني وقت بخطاب الامين العام لحزب الله النهار الاحد اوكي بيعلن افتتاح الزمن النقابي بحزب الله بهالوضوح طيب اذا هو بده يستثمر مش معناتها انه بالضروره هي هيدي الهيئه مسيسه يعني اذا في نيه عند البعض بالاستثمار هذا اذا بدي اسلم جدلا بهذا الموضوع مش معناتها انه هي الهيئه بحد ذاتها لهلا ما كان عندها اداء نزيه سياسيا بشكل من الاشكال ترميم سمعتها للحركة النقابية يحتاج وقت سبق ووصلت بالسياسة وعلى مدى يعني على مدى سنوات طويلة وبالتالي هلا أنا ما عم أقول إنه هذه الهيئة بمطرح بالسياسة بس أنا عم أقولها عم توظف بالانقسام السياسي وقت اللي بنسمع بشكل واضح وصريح إنه أنا بصوت بمرقس بمتنع عن التصويت للسلسلة لقاء فتح قنوات مفاوضات بموضوع الرئاسة وبموضوع والحركة النقابية واقفة على جنب يعني فينا اطرح لك الموضوع من زاوية اخرى يعني هي هذه الحركة ولا مرة طرحت حالها على انها هي حركة اجتماعية ضد السلطة القائمة يعني هي كل همها انه بدها تنتزع حقوقها من هاي السلطة مش عم تدعي انه والله هي حركة ثورية على طبقة سياسية فاسدة عندها حقوق مين بده يعطيها الحقوق ما عندها الا هيدي السلطة وبالتالي فهي بشكل من الاشكال مجبرة انها تتعامل مع هاي السلطة طبعا. مع كل مفردات وادوات هذه السلطة وبالتالي بدها تحكي مع هيدا الطرف ضد هيدا الطرف بس مش معناه بس هل هيدا معناته لا لا ما قلت, ما قلت انا انه لازم تكون حزب سياسي تغييري لا بإداء الراهن وسبق قلت لك عنا تجارب 7 أيار عمل بغطاء نقابة إذا بتذكر تمام نعم نعم هو يوم 7 أيار والقوى السياسية بموضوع السلسلة الحالية عم تستثمر لا سيما وأنا قلت أنه بعدنا في تساؤلات فعلية ومشروعة لأشكال تمويل هذه السلسلة من يعني رفع التفئة للمقترح رح ندفع ثمنه نحن كلنا من ضمن المستفيدين من السلسلة وما صار فعلا جرد وبحث فعلي بمصادر تمويل أخرى مثل ما قلنا اللي منها الأملاك البحرية منها خفض معدلات الفساد اللي منها إلى سلسلة كلفتها هائلة وكبيرة والتمويل منه مقنع يبدو تمويلها ففي يعني الناس اللي عم بيقولوا انه هي اقرارها مغامره يملكون يعني قرائن وادله صلبه منها بسيطه وهذا عامل انقسام سياسي عامل انقسام حولها يعني وبالتالي اجت موضوع استعمال الطلاب للضغط على الوزاره أنا رأيي الكلام الوزير كتير منطقي وقت ما في ما يحدد موعد للامتحانات الرسمية طيب هو طلاب مش كائنات إلى حقوقها وإلى حقوقها على الدولة وعلينا وعلى المجتمع اللبناني وأمام الاستحقاق وهلأ أساتذة هن كائنات أيضا عندها حقوقها مثل إلى واجبتها ما اختلفنا عم بتقدم يعني هلأ الوزير طيب حطهم بمكان نحن أمام بس اسمح لي يعني الوزير حطهم إذا بدي أحكي بلسانهم حطهم بمكان هن مجبورين يمارسوا في واجباتهم دون تحصيل أي شيء من حقوقهم لأنه حتى إذا أقرت هذه السلسلة بحسب ما يقال اليوم ستقر يعني حينعطى من الجمل أقل من دينته كما يبدو يعني الاتجاه اليوم وبالتالي أنه ليه بدك تجبرهم كمان يقدموا واجبات دون أدنى الحقوق السلسلة بواقعية لن تقر مثل ما ما في إمكانية لأقرارها مثل ما مقدمة يعني الدولة ما قادرة تدفع أكلافها وما قادرة تحصل أكلافها وبالتالي لن تقر مثل ما مطروح مشروع القانون والتسوية لابد منها إذا كنا نحن أمام حقين إذا عنا 100,000 طالب وعنا 100,000 أستاذ مع أنه عنا 50,000
فبدنا نحط هالحقين وتعمل التسويق. اذا ربطت السلسلة بالامتحانات بس يعني انت اذا ربطتيها بس بالامتحانات وانه هذه وسيلة الضغط الوحيدة اللي عندي، وبالتالي خلينا نقول الاخيرة، يعني الناس استعملوا عدة ورقات، استعملوا كتير، بس انه هلأ طالما انه الجلسة ستقر شكلها او يمكن في هيدا الاتجاه، وبما انه يعني خلص الامتحانات واصلها مثل كأنك صارت الورقة الاخيرة وجردوا منها. برأيي انا بده يصير في تسوية بهال اليوم. تلميح الوزير لامكانية خرق وتصويت ما على سلسلة ما، ولابد من تسوية بالاخر. وهلأ نحن بوضع مش قادرين، يعني قلت في نصاب سياسي بالبلد مش كامل، ما في رئيس جمهورية، في حكومة حكومة، وفي كباش كبير حول صلاحياتها وحول من يعني من يتولى صلاحيات الرئيس، ويعني هذا موضوع بصعب برأيي، بصعب كتير عملية معركة كاملة حول سلسلة الرتب. وفي طبعا صعوبات اخرى، حكينا عن التمثيل وحكينا عن الطلاب نفسه. اوكي، برايك في عمليا ممكن القيام بهذه الامتحانات يوم الخميس؟ اذا عم نحكي عن اعتصام يمكن يكون مفتوح هلا بوزاره التربيه، في تشكيك من قبل نعمة محفوظ كما سمعنا عن يعني شفافيه هذه الاسئله اللي حتنحط والاليه، وكأنه يعني في استهتار بمضمون الأسئلة والمنهاج الدراسي كرمال أنه نمرق هذا الاستحقاق. يعني الوزير حكى بثقة أنه هو قادر يأمن نصاب لجان امتحانات، فيبدو أنه فيه ومنطق أنه يكون فيه، يعني مش كل الهيئة التعليمية تخضع ل يعني تعليمات قادر الوزير يعمل اختراقات، يبدو هيك. طبعا انا مثل ما قلت انا ضد انه يعني اشعار هيئه التنسيق بانه نحن قادرين نتجاوزها كوزاره، عم نحن كما اني ضد انه تطلب 14,000 من معلمينا، انه لانه هذه عمليه شق فعلي للحركه النقابيه اللي عم تجرب ان تعيد بعض يعني تلتقط انفاس وترجع تعمل يعني شكل تمثيل ما بيشبه الانقسام السياسي، ولازم نساعدها، ولازم يعني خطوه من هالنوع خطا سياسي كبير بتكون خطا سياسي مش بسيط، استخفاف واستلشاء بالحركه النقابيه مش بيشبه يعني اللي صار فيهم وقت اللي عملوا فيهم 7 أيار يعني. طيب طبعا احنا حنضلنا عم نتابع هذا الموضوع مع كل تطوراته، ما بعرف اذا حيكون اليوم نهار حافل بخصوص موضوع هيئه التنسيق النقابيه واعتصامها. امبارح ايضا كان في استحقاق كلاكات للمره السادسه، واللي هي كلاكات المشهد مسرحيه انتخاب رئيس الجمهوريه. مهزلت فعلا يعني في مجلس نواب هالقد عاجز عن انه ينجز مهمته الاساسيه لانتخاب رئيس، ليش عم يعملوا جلسات؟ ليش عم بيعطلوا البلد؟ ليش عم بيكذبوا على الناس؟ وقت اللي انا التقيت بنائب بيقول لي امبارح نازلين لما ننتخب رئيس، نازل على الجلسه لما انتخب، نازل على جلسه انتخاب لما ينتخب. في اعذار اعطيت في بعض في بعض الجلسات، يعني كانت غريبه انه في احد النواب نزل لانه على المجلس لانه بده يعزي باحد الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمجلس النيابي، او في يوم نزلوا كمان بس تضامنا مع الجديد والاخبار بينما في جلسه قائمه حددوا نفس النهار. يعني نعم تفضل. لا لا، وعم ينزلوا يعني مثلا احنا ما كتبنا حدهم، اولا صاروا ينزلوا يقعدوا بالقهاوي اللي حول المجلس. امبارح اخذوا قرار شرطة المجلس يمنعوا الناس يقعدوا بالقهاوي، ما بدهم النواب، يزعبوا النواب من القهاوي لانه النواب مش عم يفوتوا على الجلسه. سالناهم اخي في قهوه بدنا نقعد فيها، شو خصكم يعني؟ لا امنيا، قال النواب عم يجوا بيقعدوا مش عم يطلعوا على المجلس، فاخذوا قرار انه يعني شو متضررين يعني؟ ما بعرف شو يعني شو مش عم يدفعوا حق الكافيه هنو. لا
بدنا اياهم يفوت على المجلس انه تعال لهون مش تقعد بالقهوة تطلع على المجلس موقف سياسي يعني اوكي مش موقف تجاري اوكي لا لا اوكي بيدفعوا لا بس ففي شيء بيضحك وفي مسرحية وبيتعطل البلد بلد فيه الاف العمال والمحلات اللي تسكرت مش مكترسين لهالشيء ابدا بيجوا بيسكروا هالبلد وبيطوقوا وما بيعملوا شغلهم يعني طيب سكر البلد مرة بنحملها لتجيب رئيس بس ما بدك تجيب رئيس وعلى طول بدك تضلك تسكر البلد وبعدين يعني انه شو شغلتك اذا مش قادر تجيب رئيس استقيل يا اخي عمل يعني مش قادر تعمل شغلك الاساسي لا هني مدوا لحالهم يبدون يستقيلوا عمل لك شيء صارت مسرحية فعلا بتضحك ومهزلة الشرطة عم يلعبوا بالنواب تحت بيسكرون القهوة مش هم يقعدوا بالقهوة يعني لعبة أولاد صغار ما بيستحوا على حالهم يعني بيستحوا يعني شيء مش فعلا مستفز وقلة مسؤولية فظيعة طيب خلينا نفوت على مجريات الجلسات برأيك طبعا واضح في منذ اليوم الأول يعني ما قبل حتى للمدة المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس كان واضح جدا أنه في انتخاب رئيس وأنه كتار بيقولوا أنه هذا مطول لحد على الأقل أيلول برأيك اليوم بالماتشات أو الكلاكتات اللي شفناهم لهلأ 6 مرات بالأداء السياسي مين اللي كسب لحد هلأ ومين اللي مناورته كانت أفضل يعني هل مناورة سمير جعجع هي الأفضل هل مناورة العماد ميشيل عون هي الأفضل بالمكاسب السياسية والبوانتاج أنا رأيي سمير جعجع عرف أكثر من ميشيل عون يلعب لعبته بهالمرحلة هاي ترشح كلنا بنعرف أنه ترشيح ما له أفق يعني أكثر من أنه يعلن موقف من ترشيح عون يعني انه وبالتالي قدر استدرجوا لعون على تعطيل الجلسات يعني عون هلا يتحمل مسؤوليه تعطيل جلسات الانتخاب والدليل سمير جعجع معلق يافطات على الطرقات انه نزلوا على المجلس لننتخب طبعا هذه لعبه يعني مثلا هذه بظلت يعني الانقسام السياسي ما حدا بيكسب فيها يعني كل واحد ماكسيموم ممكن انا برايي شوي يحمس مؤيدين انا برايي لا برايي بتبلش تعمل فرز اخر داخل البيئه المسيحيه لانه بلشوا المسيحيين يحسوا انه هذا البلد بلا رئيس وبلا رئيس مسيحي والأمور عم تمشي يعني يبدو أنه بدهم يمشوا هاي المرحلة بلا رئيس مما يعني هذا الرئيس هذا الموقع عم بيمعن بتهميشه وبإشعارنا بأنه مش أساسي والدليل الحياة السياسية والسلسلة الرتب والحكومة والمجلس النواب كلها شغالة وما في رئيس برأيي اللي عم يتحمل المسؤولية الشعبية عن هالمسألة عون أكتر من جعجع وأنا كنت قبل عم أقول أنه شايف أنه في إمكانية لتسوية ما بيناتهم تنتج رئيس تنتج عون رئيس برأيي هلأ يعني صارت أصعب من شهرين كنت عم أقول هالشي هلأ صار صعب لأسباب بس بأي ظروف يعني بأي ظروف أو شو هي معالم هذه التسوية؟ بمبادرة من قبل عون تجاه جعجع إنه تعال نشوف شو بدنا نعمل يعني شو بعطيك لتعطيني إياها أنا برأيي كان الناخب الوحيد اللي بيطلع عون رئيس هو جعجع ما حدا بيقدر يطلع رئيس لعون إلا جعجع لا الحريري ولا نصر الله ولا وبالتالي ما بيقدر عون لها ما عمل هالخطوة هلأ ما بعرف قديش كانت بتزبط بيناتهم بس انه هذا السيناريو كان الوحيد اللي بينتج رئيس مسيحي عنده صفة تمثيلية بمجلس النواب ما عملها هي عون الشيء الثاني عمل عكسه اطلق مواقف تجاه نظام ميت سريريا اللي هو نظام سوري بالفعل
الفترة الأخيرة. يعني هالشيء صعب له مهمة تسويقه. مواقف مؤخرة يعني؟ بعد الانتخابات وبالتالي أي مواقف تحديدا يعني؟ إشادته بالانتخابات. أوكي. هيدا كان خلص أعطانا الاستحقاق الرئنوم. فهمت. بس إنه هلأ صار أصعب. على برأيي أنا هذه تصريحات يائسة يعني. واحد خلص من ما عاد عنده أمل فرجع أعلن حاله بالمطرح اللي هو فيه. الرئيس بده يبعد كان ليصير رئيس بده يبعد عن المشهد السياسي بصيغته اللي ما قبل الاستحقاق. يعني كان مطلوب منه مواقف من مشاركة حزب الله بالقتال بسوريا. مواقف مش أكتر. أخذها مش كتير. معركة تصير وما بعدها كان واضح نحن مش مع التدخل. لا أخذ مواقف. هالشي ما كان واضح وما كان هيك. بعدين ما احتضن يعني ما عارف احتضن البطريرك الراعي بمشكلته الأخيرة خلال زيارته. في عدد من الأشياء اللي ما عملها اللي برأيي أنا تنم عن شعوره بأنه خسر المعركة. أوكي. برأيي عم بتقول أنه الناخب الأساسي أو الوحيد أو نجح سمير جعجع بأنه بالمهمة اللي برأيي هي المهمة الوحيدة لترشيحه هي إقصاء العماد ميشيل عون. طيب عم بتقول أنه الناخب الوحيد ما قلت الأساسي حتى قلت الوحيد للعماد ميشيل عون هو سمير جعجع. برأيك بقية الناخبين هن يعني مثلا خلينا بلش من حزب الله. حزب الله مرشح هو برأيك العماد ميشيل عون ما بيقدر إذا صار فيه إجوا المسيحيين قعدوا يعني المسيحيين يعني جعجع وعون مع البطرك واتفقوا على مرشح اسمه ميشيل عون ما حدا رح فيه قومه. بس بغض النظر عن هالمعطى بالانطلاق بالمصالح السياسية وبالأجندة والاستراتيجية حزب الله مصلحته هو العماد ميشيل عون رئيسا. أنا رأيي حزب ميشيل عون مش رئيس غير مريح لحزب الله. يعني عنده مرشحين أريح. ليه مش مريح لإله؟ أي رئيس قوي وعنده صفة تمثيلية بيصير عنده يعني قدرة على المفاوضة وعلى الطلب وعلى الحضور بالحكومة. ما بيريح حدا. أنا رأيي حتى الحريري ما بيريحه رئيس قوي. حزب الله ما بيريحه رئيس قوي. في قاعد في طاولة في عليها قوى. مصلحة هاي القوى أنه اللي بوجه يكون ضعيف وبالتالي المسيحيين ارتكبوا خطأ. عم يطبق لك أجندة متلاصقة مع رؤيتك يعني. ما بيصير حسابات تانية يعني. ميشيل عون رئيس غير ميشيل عون برابي. يعني مش مضطر يدفع فواتير. لا بيدفع بس مش بنفس الحجم لحزب الله. برأيي لا مش مريح. بهمهم اثنيناتهم رئيس مش قوي. رئيس بيشبه الرؤساء اللي كانوا عم يجوا من الطائف لهلا. الرئيس اذا عنده حصة بالحكومة واضيفت لها صلاحيات وبصير عنده قدرة على يعني على التأثير بالقرار السياسي والقرار العام اكبر. معظم الرؤساء اللي اجوا من التسعين لهلا كان عندهم مشكلة كبير بمجلس النواب ما عندهم تمثيل وبالحكومة. يعني يكون عنده وزير او وزيرين بالحكومة وباقي الوزراء المسيحيين موزعين على القوى السياسية. هلأ إذا الرئيس إجا وعنده كتلة نيابية وفي انسجام سياسي بين الكتل المسيحية بشكل أنه يجيبوا تمثيل مسيحي على الحكومة بيخدم الرئيس ويقدر يوظفوا الرئيس وبالتالي مش رح يكون هذا الرئيس مريح لحدا غير للمسيحيين طبعا. ومشان هيك ما كانوا لا المستقبل ولا حزب الله عامل مساعد لإنتاج تسوية مسيحية تجيب رئيس قوي. وهذا منطقي يعني بالحسابات ولا شيء. وبرأيي أنا المسيحيين بالدرجة الأولى هن اللي ما عجزوا عن إنتاج التسوية. بكركي بشكل أساسي وميشيل عون بالدرجة الثانية وسمير جعجع بالدرجة الثالثة. طيب
شو هو بروفيل المرشحين الأساسيين؟ يعني إذا بدنا نحكي أول شيء برأيك أنه الاستحقاق مؤجل إلى أيلول تقريبا إلى تبلور الصفقة الأمريكية الإيرانية اللي امبارح كان في اجتماع بخصوصها. يعني ما بعرف إذا هالقد يعني الاستحقاق موصول بتغييرات إقليمية كبيرة. موصول بشو لكان؟ برأيي بنضج يعني بنضج الظروف الداخلية يعني بأنه يستونا شوي لنقبل برئيس برات الشروط اللي بلشوا اللبنانيين يفكروا فيها والمسيحيين تحديدا ليستوا المسيحيين ويقبلوا برئيس غير سمير جعجع وميشيل عون. يعني من الأسماء الدرجة الثانية اللي بيقبلوها اثنين بيقبلوها المستقبل ويقبلها حزب الله وهو دكتار. يعني خليني استمع انتقل لرجع إلى وزارة أو إلى اليونسكو إلى وزارة التربية لنستمع إلى الكلمات هناك. مع كلمة تلاميذي اللي عندهم تقديم امتحانات رسمية اليوم اللي عندهم تقديم امتحانات رسمية الخميس واللي واقفين مع الأساتذة ومع الموظفين بما طالبهم المحقة مع طالبي مريانا عيد. يا زملاء نترجيكم تخفيف الصوت شوي لنسمع إذا سمحتوا. أنا اليوم جيت لأحكي باسمي وباسم كل الطلاب من رأيي مع احترامي للطلاب اللي هن مش من رأيي لأنه الكل حكي ونحن لازم نحكي ساكتين. قبل كل شيء بدي أقول للأستاذ حنا وللأستاذ نامي ولكل الموجودين الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تقلوا بهالأمة. أنا تلميذة صار 15 سنة عم حكي للاستحقاق اللي هو الامتحانات الرسمية. فيا حضرة معالي الوزير بدي أتشكرك على جهودك بس أنا ولا ممكن أطعن بظهر اللي علموني واللي ربوني واللي بفضلون أنا هون اليوم وأنا لحقتك بإجراء الامتحانات بموعدها عم يحرقنا أعصابنا أكثر ما عم يهدينا ويروقنا. امتحانات بطريقة غير مسبقة هالجملة اللي عم نسمعها كتير موترتنا أكثر من فكرة الامتحانات بحد ذاتها. أنا شئتي هي سلاح الوحيد فبليز وعملوا معروف ما تحرموني منه وأنا من قادرة أقدم ولا أدرس تحت كل هالضغط اللي نحن فيه. نحن صرنا كبش المحرقة بهالبلد صرنا مثل اللي عم يلعب لعبة المشنقة مستقبلنا ومصيرنا واقفين على حرب يا بنصمد يا بنشني. بدي طلب واحد إنه الوزارة بالتنسيق مع الهيئة يوصلوا لقرار موحد تنرتاح يا في امتحانات يا ما في. ثانياً بدي أتوجه لكل النواب اللي عنا بالبلد وقل لهم إنه عرفتونا لعيش هون وإنه أنتم بإيدكم ووصلتونا لهم ووصلتونا لهم وصار مثل قلب من وراكم. بدي أقول للفريقين اللي عنا بالبلد اتفقوا بقى وخلونا نرتاح. وبعد بدي آخر شغلة أقولها بدي أقول للفريق اللي كان عم يعارض امبارح إقرار السلسلة كرمال ما يعرض البلد للإفلاس وللفشل بدي أقول لهم إنه البلد خلق فاشل ومفلس سياسيا بنواب وسياسيين مثلكم قبل ما يكون مفلس اقتصاديا. بالآخر بعتذر على حكي إذا كان قاسي بس هيدا هو الواقع. ميرسي كتير لأنه سمعتونا وفتحتولنا مجال نحكي بس طلب أخير عملوا معروف خلصونا ووصلوا لحل موحد يكون لأنه ما بقى في أعصاب تنقول احترقت أعصابنا. ميرسي كتير. مع كلمة تلميذ أنطوني خوري تعليق خاص. نحن هون هلا تنفاجئكم انه نحن تلاميذ هيدا البلد يلي عم تحكوا عنه بس ما بعرف اذا فينا نسمي حالنا تلاميذ لانه بالوقت الحاضر نحن لعبه بيدكم. نحن الرهينه يلي انتم خايفين عليها. ما بعرف اذا بعد كل شيء عملتوه فينا نصدق انكم خايفين على مصلحتنا بالوقت يلي نحن بدنا نهاجر من وراكم.
نحن بس كتلميذ هون مش لأنه نحن قليل، بس نحن كلنا واثقين إنه بس اللي براسكم بدكم تعملوه. غيرتونا مفهوم الديمقراطية، هيدا بعد ولا بلد سبقكم عليها. بالكم بمصلحتكم وبس. فكرتوا شي مرة بالوضع يلي عم بتحطونا فيه؟ فأنتوا واثقين كل هالقد إنه بعد إلنا نفس الدروس قرفتونا. يا وزير التربية نحن ممنونينك وممنونين خوفك على مصلحتنا. بس نحن مش قلينية، ما بحياتنا حنذكر جميل الأساتذة يلي من وراهم نحن وصلنا لهالمرحلة، من ورا شغلهم وتعامل وصلنا لهيدي المرحلة من وراهم، ومطالبهم هي مطالبنا. مش الحال والله إنه تستغلي عن خدماتهم وتدبر حدا غيره يراقبنا ويصلح محلهم. حنا الغريب نعمل محفوظ، كل الأساتذة الموجودين هون ما يطلعوا يتسلوا على التلفزيون، مش هالقد وقتهم فاضل. خلصونا بقى، حطنا مين نصدق ولا بدنا نصدق؟ ولا منا كلها هالقد مستعجلين على الشهاده، الاساتذه مش راضيين عليهم. واذا نحن اخذنا هالشهاده شو بدي اقول لاختي سنت الجاي؟ ماتوا الاساتذه او ما عطوهم حقوق؟ بس عن جد اذا انتم فاكريننا لعبه مثل ما قلت بالاول، نحن ما وصلنا لهيدي المرحله كرمال نسليكم. ميرسي. نطلب من جميع الزملاء الهدوء لنسمع بعض. نطلب الهدوء من جميع الزملاء. بكفي بدنا نقول لأعضاء المجلس النيابي صرنا 3 سنين بالتهويل. نحن اليوم مطلوب منكم شغلتين، أولا إقرار السلسلة، وثانيا عندكم انتخاب رئيس جمهورية. اللي عم بيطالبوا ناس كتير عم بيطالبوا بانتخاب رئيس جمهورية، وهذا مطلبنا كلنا. اليوم لازم تعرفوا بإطار التوضيح والتعليل أنه القائم مقام هو موظف إداري بالفئة الثانية، هو بيمثل رئيس الجمهورية بالقضاء، راتبه ما بيوصل ل $800، فكيف منا نبني دولة بهالرواتب؟ مع كلمة رابطة موظفين الإدارة العامة يلقيها نائب رئيس الرابطة الأستاذ وليد الشعار. أولاً بدي أحييكم لوجودكم اليوم بوزارة التربية، هذه الوزارة التي تجمع المعلمين من كافة القطاعات وتجمع كذلك موظفي الإدارة العامة. كلمة اليوم بداية كموظف في هذه الإدارة إلى التفتيش المركزي، بالذات التفتيش التربوي. يا حضرة المفتشة التربوية العامة، أنت موظفة وواجبك الوقوف إلى جانب الموظفين، إلى جانب المدرسين، وليس التهويل عليهم. كيف تكوني في عكس مصالحك ومصالح الشريحة الكبرى التي أنت أدرى من غيرك أنها شريحة بأكولة الحقوق، شريحة تطالب بزودة هزيلة منذ 3 سنوات، فأين أنت وأين هذا البيان الذي يجب أن تتراجع عنه قبل فوات الأوان؟ نحن اليوم في الإدارة العامة اللبنانية من الشمال إلى الجنوب إلى البلديات في إضراب استجابة لدعوة هيئة التنسيق النقابية، ونحن في المطار اليوم سنقفل المطار وسنعطل الرحلات بالمطلق منذ الساعة 11:00 أي بعد قليل. لا لم نعد مكسر عصا. أما لمعالي وزير التربية الذي نحن اليوم في الوزارة التي هو على رأسها، نقول إن طعن الأساتذة والموظفين من خلال محاولة إجراء امتحانات مبطونة يعطي مثلا سيئا وليس صالحا، لا عنك ولا عن هذه الحكومة ولا عن هذه الدولة. فكيف بك تقول للطلاب تفضلوا اطعنوا من علمكم فطار؟ تفضل
تفضل قول للطلاب اطعنوا من علقكم بالظهر، هذه سياستك، هذه سياسة من جاء بك إلى الوزارة، هذه سياسة الحكومة، هذه سياسة هذه الدولة. أما لمواقف بعض الكتل النيابية بالأمس الذين تبشحوا وتغنوا بتصويت بالإجماع على ضربنا وقتلنا وتشليحنا لقمة عيشنا، فأقول تقولون هذه السلسلة غير مدروسة، وهذه السلسلة ستخرب البلد. أقول لكم بالشق الأول، هذه السلسلة مطروحة على طاولة البحث منذ 3 سنوات، وأنتم يا حضرات النواب تأخذون رواتبكم من جياب اللبنانيين، من جيابنا. لماذا؟ ماذا تفعلون في 3 سنوات كلها مع بضعة جداول وبضعة أرقام؟ يا من تتغنون أنكم تفهمون بالاقتصاد وأنتم حريصون على الاقتصاد وحريصون على المال العام، أنتم لا تفهمون في شيء. 3 سنوات تقبضون رواتبكم في كتل النيابية فضفاضة نكاد لا نعرف أسماء نوابها، تقولون لنا في الأمس غير مدروسة. ماذا كنتم تفعلون؟ كنتم في جميع اللجان حضراتكم منذ سنوات وسنوات، ماذا فعلتم في هذه اللجان؟ غير مدروسة. أدعو من قال أن هذه السلسلة غير مدروسة من النواب وعلى رأسهم الرئيس فؤاد السريرة تقديم استقالته. ما بصير نايب انه 3 سنين عم يقبض معاشه يجي قال لنا السلسله مش مدروسه، هالكلام غير مقبول. بعدين يا اخوان بالشق الثاني بالموضوع الاقتصادي، بالموضوع الاقتصادي انا جاي لعندكم اليوم من رابطه الموظفين، ولكن انا كمان رئيس دائره في وزاره الماليه واستاذ جامعه في مواد الاقتصاد. كفى تهويلا وكذبا على اللبنانيين، كفى تهويلا وكذبا. الانفاق الذي اديتم به منذ سنة 1992 لغايه اليوم هو من دمر هذه الاقتصاد، وهو من دمر هذه الدوله، وهو من افقر 4 ملايين لبناني، وليس هذه السلسله الصغيره الحجم التي لا تغني ولا تقدم الا القليل. انتم مسؤولون عن السياسه الماليه لهذا البلد، أنتم المسؤولون أمام الشعب اللبناني، فلا تحملون وزر فشلكم، وزر فشلكم في إدارة الملف الاقتصادي لهذا البلد عبر أكثر من 20 عاما. أنتم المسؤولون، تحاسبون نحن وتمددون لأنفسكم. أنتم من مدد لنفسه لأنه فاشل، ونحن نجحنا في إبقاء هذا البلد، نجحنا في إبقاء المدرسة الرسمية، نجحنا في إبقاء الإدارة العامة، وأنتم فشلتم. فاذهبوا ادرسوا السلسلة في بيوتكم، اذهبوا إلى بيوتكم، هذه الدولة دولتنا. كلمة رابطة أساتذة التعليم المهني يلقيها رئيس الرابطة الأستاذ إلي خليفي. اليوم بدي أتوجه لإلكم كلكم يلي هون، وأتوجه بالأخص لأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان. اعتبرونا النقطة الأضعف بحركة التنسيق النقابي، وبلشوا يهولوا بالتعليم المهني ويعملوا مؤتمرات صحفية إنهم متعاقدين بيديروا الامتحانات بالتعليم المهني والتقني، وانتفضوا الأساتذة وطلبوا من رئيس رابطتهم يعمل مؤتمر صحفي ويرد. رئيس رابطة التعليم المهني ما بيرد بمؤتمرات صحفية في غرف مغلقة وبقرارات مسبقة وبضغوط. رئيس رابطة التعليم المهني والتقني بيرد قدامكم يا أساتذة لبنان، يا أساتذة التعليم المهني والتقني، انتو يلي غيرتوا المعادلات، انتو يلي السلطة بعتتلكن لأنكن قليل، بعتتلكن جداول
لحتى تعبوا أساميكم وتروحوا على المراقبة مثل الغنم. لكن كنتوا كرامة، كنتوا أصحاب كرامة، رفضتوا المراقبة ورجعت الأوراق والجداول فاضية. هيدي الكرامة، هي كرامة الأستاذ، مش كرامة الأستاذ ب 600,000 ليرة بده يقبضها مراقبة، مش كرامة الأستاذ إنه يروح مثل الغنم يروح على مراكز التصحيح أو مراكز المراقبة. عندنا كرامة وكرامتنا اللي بدنا نحافظ عليها. نخسر امتحانات، نخسر مصاري، نخسر سلسلة، آخر همنا السلسلة، همنا الكرامة. أنا بشد على إيد كل أستاذ بالتعليم المهني والتقني وبقول له مش رابطة أساسة التعليم المهني وحدة وراك، كل هيئة التنسيق وراك، 100,000 متظاهر نزل ب14 أيار وراك. اوعى تتاخدوا بالضغوطات، يسوى هيئة التنسيق النيابية ما يسواكم، ويسوى كل فرد منكم ما يسوى كل أستاذ بالتعليم الثانوي وبالتعليم الخاص وبالتعليم الأساسي وبموظفين إدارة. نحن جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النيابية، ونحن متضامنون مع قرارات هيئة التنسيق النيابية. ويلي عملوا مؤتمر الصحفي امبارح بنقول لهم نحن بنحترم رأيكم، نحن ما منهدد، نحن ما عندنا شيء نعطيه، نحن بنقول الكرامة، الكرامة قبل كل شيء. انتو يلي نزلتوا معنا بالمظاهرات، انتو يلي تسهرتوا معنا تحت أشعة الشمس، انتو اللي انكويتوا من الشمس، وانتو اللي انكويتوا من قرارات نوابنا اللي بتكوي أكثر من الشمس. عيب اليوم نتفرق، عيب نقول بدنا نعمل امتحانات رسمية كرمة لعيون الطلاب. ما عم بتفتشوا على مصلحة الطلاب، لما بدكم تفتشوا على مصلحة الطلاب كنتوا علمتوا كل هالسنة ما أضربتوا معنا. مش هلأ بنفتش على مصلحة الطلاب، نحن الغيورين على مصلحة الطلاب، نحن اللي عملنا امتحانات عملية بالتعليم المهني لأنه غيورين على مصلحة الطلاب وغيورين على معداتنا الموجودة بمن صانعنا حتى ما نسلمها لحدا غيرنا. أما اليوم امتحانات خطية ما في بالتعليم المهني إلا برضا وقبول رابطة أساسة التعليم المهني. يلي منسقى كل التنسيق مع هيئة التنسيق النيابية. نحن منقول ليلي عم بيحاولوا يشقوا الصفوف، انتو يا أيها المتعاقدون بالتعليم المهني والتقني، انتو بيضتوا الوجه لما كمان رفضتوا تروحوا تراقبوا. عنا 12,000 متعاقد بالتعليم المهني والتقني، بدهم 800 استاذ للمراقبة ما عم يقدروا يدبروهم. معناتها هيك رديتوا انتو يا أيها المتعاقدون بالتعليم المهني والتقني. مش يلي عملوا مؤتمر صحفي ما بيتجاوزوا عدد أصابع اليد امبارح، مش يلي عم يمروا عليكم يحددوكم بساعاتكم، ما حدا بتندهر ساعة من ساعاته بالتعليم المهني والتقني. هيئة التنسيق النيابية حريصة على ساعة كل أستاذ متعاقد بالتعليم المهني والتقني. ما منبادل الشر بالشر، ولا منقلكم انتو فخضتوا فينا بدنا نحن نفرجيكم، لا، نحن حاميينكم، نحن حاميين الكل بالتعليم المهني والتقني. ما منقبل نكون شوكي بخاصرة هيئة التنسيق النيابية. إلنا 3 سنين بالشوارع مع هيئة التنسيق النيابية، مش تنجي هلأ كرمال حفنة من المصاري نبيع هيئة التنسيق النيابية ونروح على المراقبة. آخر كلمة لزملائنا المتعاقدين يلي بعدهم عم بيفكروا بموقفهم وده يروحوا على المراقبة. هيئة التنسيق النيابية إلى 3 سنين بتقول نحن مع فتح باب التوظيف ووقف التعاقد الوظيفي.
انتو اليوم عم بتقولوا نحن بدنا التعاقد الوظيفي، لأنكم لما بتكونوا العصي بتواليه بهيئة التنسيق النقابية المسؤولين رح يقولوا اللي خططناه كان صح، وهيدا التعاقد الوظيفي هو يلي بيضرب هيئة التنسيق النقابية، فمشو بالتعاقد الوظيفي وساعتها كيف بدكم تفوتوا على الملاك؟ بتمنى عليكم ما تلحسوا المبرد بتصرفاتكم، وصحتين على حقلبكم بدكم تروحوا تراقبوا، لكن بطمنكم إذا هيئة التنسيق النقابية قالت ما في امتحانات يعني ما في امتحانات. ونقطة على السطر. تحية للتفتيش الإداري اللي حامل هم الإدارة وهم إصلاح الإدارة واللي حاضر بكل قضاياها واليوم موجود معنا مع كلمة المتعاقدين بالتعليم المهني الأستاذ صلاح نون. يعطيكم العافية. نحن المتعاقدين بالتعليم المهني، نحن المتعاقدين. الكلام اللي كان عم ينحكى امبارح من 4 أو 5 أشخاص بيقولوا إن هن اللجنة بالتعليم المهني راح بتشارك بالامتحانات الرسمية، هيدي اللجنة نحن المتعاقدين بالتعليم المهني ما انتخبناها، باسم مين هي عم تحكي؟ إذا نحن ما انتخبناها هي باسم مين عم تحكي؟ هيدا الشيء نحن ما بنقبله، وهيدا الكلام كل واحد بده يحكي بيمثل حاله بيقدر يحكي، بس ما بيقدر يمثلني لإلي. للمسؤولين عن عقدنا بالتعليم المهني من قلهم هن بيقدروا شو ما بدهم يعملوا بعقودنا، بس ما بيقدروا يمسوا بأخلاقياتنا. نحن ما رح نقبل هيئة التنسيق إلى 3 سنين عم بتصرخ بالشارع، نجي نحن بلحظة نقلها انت وعم تحققي مطالبك وعم تضغطي على المسؤولين، نجي نحن نطعنا بالظهر، هيدي الشغلة نحن ما رح نقبلها، أخلاقياتنا ولا يمكن انه تقبلها. بدهم ياخذوا العقود ياخذوها، بس أخلاقياتنا ما رح ياخذوها منا. بيقدروا ياخذوا العقود بس ما بيقدروا ياخذوا الأخلاقيات. أساتذة التعليم الملك يا بنات وزارة التربية، نحن منوعدكم، نحن قبل ما نكون زملاء وضيوف عندكم بوزارة التربية منوعدكم انه نحن ما رح نطعنكم بالظهر، نحن قبل ما نكون زملاء لإلكم نحن تلاميذكم، انتوا اللي علمتونا وانتوا اللي خليتونا هلا نصير أساتذة، ولا يمكن انه نحن نجي بهيدي اللحظة نطعن فيكم لانه انتوا ما علمتونا بهيدي الطريقة. وانطلاقا من أخلاقياتنا بتمنى عليكم انه نتشارك بهذا القسم الصغير يلي بيأكد اخلاقيات الانسان بالتحديد الاستاذ بلبنان. نقسم بالله العظيم معلمينا وموظفين لن نكون فاسدين، لا مسلمين ولا مسيحيين، بل مواطنين صالحين قيما لقيامة لبنان العظيم. عشتم وعاش الإنسان في لبنان. شكرا. كلمة رابطة التعليم الأساسي الأستاذ منصور العنز. خطوات كتبت علينا فمشينا. أيها المعتصمون الشرفاء، لقد انقسم المسؤولون بين من يريد سلسلة للرواتب أكثر منا بخطابات رنانة، وبين من يريد بلدا ويريد سلسلة، ومن لا يريد بلدا ولا يريد سلسلة. نحن نكمل كل الاحترام لكل صاحب موقف ثبت على موقفه. ثلاث مقدسات تقابلها 3 لاءات. القدسية الأولى
مصعد التنمير خط احمر وهي فوق كل اعتبار. التلميذ اغلى ما نملك وهو الاقرب الى ارواحنا وقلوبنا. وما احن مني على ولدي الا جارتي الملاقه. نحن اهل التلمير، نحن ابوه ونحن امه، نحن من نصل به الى اعلى المراتب. ما حدا زاد علينا بمصلحه التلمير، هذا اولا. القدسيه الثانيه، وحده هيئه التنسيق خط احمر فوق كل اعتبار. لا يراهنن احد من المسؤولين على تفكيك هيئه التنسيق. هذه الصوره الناصعه المشرقه المزدانه بالوان الشعب اللبناني والتي ستؤسس بمجتمع مدني يحصل فيه المواطن على كافة حقوقه دون منة ولا استجداء من أحد. يلا يا شباب يلا والله. من أحد. القدسية الثالثة، دولة الرعاية الاجتماعية خط أحمر. لن نرضى بضرب دور دولة الرعاية الاجتماعية، ولن نتخلى عن العدالة في إعادة توزيع الثروة لكل في هذا الوطن حسب حاجته، ومن كل حسب طاقته، لكل حسب عمله، ومن كل حسب إنتاجيته. نشارككم العمل والضرائب وتشاركون القرار والغنائم وفقا لميزان ضرائبي تصاعدي عادل. واللاءات الثلاثة هي: لا تنازل عن الحقوق المؤتمنين عليها ممن فوضونا تحصيلها ومتابعتها كيد أنملة. اللاء الثانية: لا تمويل للسلسلة إلا من مزاريب الهدر أو الفساد المحددة بأربعة عشر بندا. واللاء الثالثة: لا صوت فوق صوت الحق، ولا قرار فوق قرار الموظفين، ولا إرادة فوق إرادة الشعب، فلا حافلات انتخابية تقلكم إلى البرلمان، ولا تمديد للوكالة دون العودة إلى من وكلكم، ولا دولة دون موظفي الدولة، ولا أبناء، ولا بناء أهم من بناء التربوي، ولا استثمار أهم من الاستثمار بوحدة الوطن وتوحيده خلف وحدة التنسيق النقابية المنبثقة عفويا والمتمثلة والممثلة الوحيدة لطموحات هذا الشعب والخط الدفاع الأول عن لقمة عيشه وكرامته. عشتم، عاشت التنسيق النقابية، عاش الوطن. كلمة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة يلقيها الأستاذ نعمي محفوظ. أحاول أكون هادي. آخر خبر أنه الجلسة النيابية تأجلت. مسلسل مكسيكي عمره 3 سنين. مسلسل مكسيكي عمره 3 سنين وبيرجع البعض بيقول السلسلة غير مدروسة. اعطونا وقت لندرس. يعني ما بعرف، يعني نحن عم نعلم الطلاب شو بدنا نقول لهم لهالسياسيين بهالبلد؟ عن جد ما عم يطلع معي صفات. انا بس بدي اطلع بخلاصة بتقول يا مسؤولين، اللي بيستلم ملف وبيحاول يعالجه خلال 3 سنين وما بيوصل لحل، يا بيعتذر يا بيستعين يا بيقول شيء. بس لا يعقل حدا يحمل ملف خلال 3 سنين ليعالجه وما بيوصل لحل وبيضلوا قاعدين محله وكأنه شيئا لم يحدث. لا، بكل دول العالم ما بيصير هيك. هاي اول وحده. اثنين،
انا بدي رد على دولة الرئيس امبارحة، وبدي اقول مش هيئة التنسيق النقابية اللي بتسمح لبعض السياسيين يستغلوا مطلوبها الاجتماعي، لا يركبوا على مطلبها الاجتماعي، لا ياخدوا البلد على الافلاس ويتحول لبنان لدولة فاشلة. لا يا دولة الرئيس، مش هيئة التنسيق النقابية اللي بتسمح لحدا يستغل مطالبها الاقتصادية لحتى يروحوا بالسياسي على افلاس لبنان وتحويل لبنان لدولة فاشلة. الذي يعكس لبنان نحو الافلاس والذي يعكس لبنان الى دولة فاشلة هي هذه الطبقة السياسية اللي فرغت الرئاسة واللي فرغت مجلس النواب واللي عم تعطل الحكومة وعطلت كل المؤسسات واخذ البلد كله على المجهول بما فيها التربية وبما فيها الشهادات وبما فيها السلسلة وبما فيها مصالح المعلمين. أنتم مسؤولون عما آلت إليه الأمور يا دولة الرئيس. ثلاثة يا دولة الرئيس، ما بدنا سلسلة، واسمعني منيح وانت بتسمع منيح، نحنا ما بدنا سلسلة، بس قل لي يا دولة الرئيس كيف بدك تغطي العجز يلي كان سنة الماضية 6000 مليار والسنة العجز من 3000 مليار. هناك زيادة بالعجز 2000 مليار يا دولة الرئيس. هل المعلمين والموظفين والعسكر والمتقاعدين مسؤولين عن هذا العجز يا دولة الرئيس؟ هل السلسلة مسؤولة عن هذا العجز يا دولة الرئيس؟ خبرنا وين راحوا الـ2000 مليار زيادة عجز؟ مين اللي سرقهم؟ كيف انهدروا؟ كيف تحاصصوا؟ أربعة الكلام لبقية الزعماء السياسيين بدون ما سميهم، اللي صرحوا امبارح وصرحوا اليوم واللي قالوا بنقبل 100,000 استاذ ياخذوا 100,000 طالب رهائن. مش نحن ايها السياسيون اخذين الطلاب رهائن، انتوا اخذين البلد كله رهيني بادائكم السياسي والاقتصادي. ما حدا احرص منا على الطلاب، وانا هون بدي اتوجه للاهالي والطلاب وقول لهم نحن الاحرص على الشهاده اللبنانيه. نحن بدنا نعطي طلابنا شهادة محترمة بامتحانات محترمة بفوتوا فيها على الشمعات وهن رافعين راسهم. أما السياسيون بما فيهن الوزير اللي بده يعمل امتحانات، هيد ايدك والحقني، آخر همه المستوى، لأنه لو حريص على المستوى ما بيلملم مراقبين من الساحات ومن القهاوي، ما بيطلب من الأهالي يراقبوا طلابهم أولادهم، ما بيقول انا اسئلتي جاهزه. ولموضوع هو سمالنا اياه بمكتب المجلس انه صح حق ولكن يؤدي الى خراب البلد، نقلا عن غازي وزني اللي كان عمل له تقرير حول الموضوع، والكلام اللي سمعناه اليوم هلا بالاخر من رئيس بري وتحديدا موضوع التوازن غير دقيق للاسف، لانه نحن كنا عم نطالب بارقام، وهلا الاخوان حيعطوكم كثير عن موضوع الارقام وكيف صارت المشكله، لانه كان في منع لعقد اتفاق مسبق قبل ما نفوت على الجلسه كما بيحصل بكل الامور المهمه، كما حصل سنه 98 عندما اقرت السلسله السابقه، كنا بكل وضوح عم نتفق وعم نتوافق على كل البنود. اليوم بكل وضوح اذا بدها تمشي السلسله بالارقام اللي كانت معروضه، يعني مش بس خراب على البلد، يعني تدمير للفقراء وللمساكين ولأصحاب الحاجة، رفع للأقساط المدرسية، رفع لفوائد بالمصارف على الناس، كل هذه الأمور ما عم تنشرح للناس، تحديدا بعد ما وزير المالية يلي بيحمل المسؤولية الأولى المالية بالبلد طلع لنا بموازنة فيها عجز 35%، فيها عجز ب 7700 مليار، يعني إضافة 1000 مليار عن سنة الماضية. فكيف البلد قادر يحمل بدون ما نأمن شيء متوازن بين المداخيل؟ نحن كل الأمور يلي فيها مداخيل وكانوا متهمين قوى 14 إدارة إنه هي عم تمنعناها، وافقت عليها، وافقت على الضريبة على 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 الفوائد، وافقت على الضريبة على المصارف، وافقت على كل ما هو مطلوب منها. ولما إجا الموضوع لخلق توازن حقيقي بالسلسلة رفضت قوى سياسية معينة أن تعمل هذا الاتفاق. واليوم شفنا كما قلت أيضا اللي شفناه امبارح الاستهتار بموضوع رئاسة الجمهورية. نحن بقوة 14 دار عنا موضوعين بالسياسة،
موضوع رئاسة الجمهورية يجب أن يكون له أولوية، هو المدخل لحل كل المؤسسات وموضوع التوازنات المالية بالسلسلة من أجل أنقاذ الاقتصاد وأنقاذ اقتصاد الفقراء وليس الأغنياء بمعيشتهم اليومية. وأخيرا موضوع الطلاب والفحوصات، يعني غريب الرئيس بري اليوم إذا ما صار في فحوصات وإذا دمرت السنة المدرسية بده يحملها الرئيس بري بعد الكلام اللي وجهه لوزير التربية. نحن بالعكس منطالب وزير التربية ومنطالب حتى المعلمين يروحوا يعملوا فحوصات، لأنه التلاميذ ما ممكن يكونوا رهينة لحدا، ولا منقبل أنه العامل الدراسي ومستقبل الأولاد ومستقبل أطفال لبنان يكون رهينة سياسية بأي شكل من الأشكال. حقوق محفوظة، وامبارح كلامنا واضح، نحن مع الحقوق كاملة ولكن أيضا مع حقوق اللبنانيين بأن يكون هناك اقتصاد متوازن وأن لا يكون هناك عجز وديون إضافية، لأنه كل فرنج بنعمله عجز عم نتدين عليه، وكل ما زاد الدين زادت الفوائد على القروض على البيوت، على القروض على السيارات، على كل شيء، على الأقساط المدرسية. هيدا اللي بدهم اياه اللبنانيين اليوم. نحن عم نقول تعالوا نحط مشروع اقتصادي متكامل بيأمن توازن بين حاجات السلسلة اللي هي حق واللي نحن عم ندافع عنها، وبين أيضا اقتصاد البلد اللي هو حق فقراء اللبنانيين. وشكرا. الزملاء الخبراء بالموضوع المالي يحكوا عن الأرقام، أنا بدي أحكي موضوعين بالسياسة. مع التأكيد أولا وبداية ومن موقع السياسي والحزبي والتمثيلي والشخصي، أكثر ناس بحاجة إلى إقرار سلسلة تنصف المواطنين هو نحن، أكثر ناس ضننين بأن لا يظلم المواطن بحقوق الأساسية هو نحن. ولكن بالسياسة في شيئين، أولا لفتنا اليوم محاولة تأمين نصاب بموضوع مزايدة شعبوية، أكرر مزايدة شعبوية، اللي حضروا اليوم تجربوا يأمنوا نصاب قانون السلسلة، لو حضروا مبارح كنا طلعنا من المأزق الوطني الكبير وكنا انتخبنا رئيس الجمهورية. أكثر من هيك، اللي حاولوا يأمنوا النصاب اليوم ومتخليين عن مسؤوليتهم الدستورية والوطنية بانتخاب رئيس، حتى نصاب لقانون السلسلة ما حضروا بالكامل تيأمنوا. هيدي مسؤوليتهم تجاه لبنان والشعب اللبناني والمؤسسات في لبنان. اثنين والأهم، عرضنا وحاولنا، وهو الشباب اللي كانوا بآخر لجنة شكلها المجلس النيابي وعادت للهيئة العامة واستمروا كأشخاص مش كلجنة، عم بيحاولوا يوصلوا لاتفاق حول السلسلة. نحن قلنا ممنوع التشريع الطبيعي، ممنوع الحياة الدستورية الطبيعية بغياب رئيس والمجلس وهيئة انتخابية، ولكن مستعدون لاستثناءات محددة تتعلق بإعادة إنتاج السلطة مثل قانون الانتخابات، وتتعلق بالمصلحة الوطنية العليا مثل قانون السلسلة، شرط الاتفاق عليه وليس استدراج المجلس النيابي إلى عقد جلسات غير منتجة. مشاهدينا سنكتفي بهذا القدر من مؤتمر الصحفي 14 أذار في مجلس النواب، وننتقل إلى كلمة حنا غريب في اليونسكو. 14 جمعية عمومية بالمناطق، 14 لرؤساء المراكز وللمراقبين العامين والمراقبين، كلهم صوتوا. ال14 جمعية من الشمال لجدوا ومن البقاع وللجبل وصولا لإلك يا بيروت ويا هالوزارة الطيبة ويا هالوزارة الطيبة بموظفين الإداريين بدائرة الامتحانات. هوني هوني الكل صوت مع المقاطعة، مع المقاطعة لك، مع المقاطعة. وهي هي هيئة التنسيق النقابي. نحن واقفين وصامدين، نحن واقفين وصامدين ومنقول لهم شهادة والسلسلة وشوفوا شو لازم تعمل للأهالي وللطلاب اللي اعطيناهم من عيوننا، وما حدا يزايد علينا بهالقضية، ونقطة على السطر. والحقوق هي هي السلسلة والشهادة الرسمية.
ولمعالي الوزير بنقول له كل اللي عم ينعمل خارج القانون هو نزع لرسمية الامتحانات الرسمية. نحن مع رسمية الامتحانات الرسمية، وما حدا بيعمل الامتحانات الرسمية إلا المعلمين الرسميين. نحن بدنا نتوجه لكل النواب، وعم نحكي من موقعنا النقابي المستقل، كنا منتأمل كل الكتل النيابية تتجاوب وتجتمع اليوم وتكرر الحقوق بالسلسلة. البعض منهم إجا يتهمنا إنه أخذين نحن التلاميذ رهينة، بالحقيقة أخذين الشعب اللبناني كله رهينة بأجلتشتو بموظفينه بتلاميذه بأهله. بقى بكفي، هيدي نقطة على السطر. حاجة بقى تدعوا اللي بيقاطع واللي ما بيقوم بواجباته آخر واحد بحق له يحاسب. فأنت لبيتك من إزاز ما تراجع الناس بالحجارة ولا تراجع العالم بالحجارة. انتبه على حالك لما بتقوم بواجباتك، تفضل احكي، بس أول شيء أنت قوم بواجباتك. هذه أول شغلة. الشغلة الثانية اللي عم يقول ويقول ما نحس فينا، شو ما نحسبها؟ على أي أساس؟ هذه بتخرب الاقتصاد، هذه لا بتخرب ولا شيء، وحساباتها معروفة. عم يدعوا بالتوازن، عم يدعوا بالإيرادات، كله كرمال شغلة. ما يدفعوا الحقوق، ما يدفعوا الحقوق، ما يدفعوا الحقوق. هلأ إذا بيدفعوا على ضرب حقوقنا ولولا موقفنا بيجتاحونا كلنا وبيجتاحوا الحقوق. نحن مع التمسك بالحقوق، انزلوا طروا الحقوق. القضية قضية حقوق، مش قضية حيتان مال عم تنهب حقوق كل يوم. ليش لحيتان المال؟ ليش لحيتان المال بتدفعوا لهم كل سنة 40% من الموازنة ولا الموظفين؟ كل 18 سنة اتكلنا على الله بتنخرب الخزينة، ما خربينا لأنه كل مرة وكل سنة عم ياخدوا نصا. ليش ديونهم مدفوعة على آخر بارة وللموظفين ما بتندفع؟ فهيدي هالمسألة منقول لهم الحقوق ثم الحقوق ثم الحقوق، والمساواة هي ذاتها. اليوم نحن بعد اللي صار بالمجلس، وما أقروا الحقوق ولا طلعت، ما العمل؟ أولاً نحن من هون مش طالعين. نحن من هون مش طالعين. النومي هون. نحن بهالوزارة مش طالعين. هي وحدة، ولأنه خوف ولأنه وجل. أنا بأكد لكم، أنا بقول لكم إنه الامتحانات الرسمية ما حدا بيعملها إلا أنتم. ووقفة الأساسي والمعلمين اللي استلموا تكليف واللي ما استلموا مش حيجوا، حيقاطعوا. ونقطع السطر، وهي هي حقيقة التنسيق النقطع. نحن بدنا الامتحانات الرسمية. اثنين، تحية للزملاء الموجودين بالمناطق التربوية. الاعتصامات في المناطق التربوية مفتوحة ليل نهار، ابتداء من اليوم حتى إقرار الحقوق. والحاضر يعلم الغيب، وهي هي وهيئة التنسيق النقابية. يلا نشكر حضوركم جميعا، وإلى على أن تبقوا في وزارة التربية.
وإلى لقاءات أخرى في هذه المحطة الطويلة. زملاء إذن مشاهدينا، نعود إلى المؤتمر الصحفي لنواب 14 أذار في المجلس النيابي. مسؤولية أساسية أن يؤكد لنا جميعا الإيرادات المقترحة، ورفض وتم الرفض وتم إعطاء هذه الأرقام من قبل الرئيس بري، وبيسمح للرئيس بري أنه يمكن بالأرقام نقدر نعرف شوي أكتر من اللي عم يعطينا إياه. اليوم وتلبوه الرئيس بري أنه هناك 450 مليار بالكهرباء مثلا، إذا زدنا التعرفة ل 300 ليرة، من 200 ليرة ل 300 ليرة للاستهلاك فوق ال 500 كيلوات. هناك دراسات عديدة ودقيقة جدا، ومنها يعني معتمدة على دراسات من مؤسسة كهرباء لبنان التي تعتمد على زيادات التعرفة حتى على الطبقات الفقيرة اللي تعطي، يعني عم نحكي عن تعرفة بتزيد 40% على الكل. الماكسيموم تبعها الحد الأقصى حوالي 300-350 مليار. هذه الزيادة اللي عم يحكي عنها الرئيس بري بنظرنا إذا جابت بتجيب لها شي 200 مليار ليرة في أقصى حد، يعني من 1300 صرنا 1500 مليار. طيب 1500 مليار حتى نمول 2200 صارت 2250، يعني شو بدا ما بدا عندما أصبح حليف الحليف حليف. طلع لنا هيك من مثل أرنب طلع من برنيطة، طلعنا زيادات للأساتذة والمعلمين ب 200 مليار. طلعنا أرنب تاني للعسكر اللي حاولنا نحن ننصفهم وانصاف وعطيناهم زيادة عن مشروع الحكومة وصل ل 220، صار 350-360 مليار من جديد. طيب شو بدأ؟ شو صار؟ صارت سياسي، ما عادت أرقام، ما عادت انصاف، صار سياسي وخراب بلد. لذلك نحن مصرين إذا لم يكن هناك توازن لن يكون هناك سلسلة، ونحن اليوم وبكرة ومبارح وبعد بكرة حنضلنا جاهزين لأن ندرس بمن هو معني وزارة المالية ومن هو مختص بالأرقام، أن ندرس الإيرادات المحققة لكي تمول سلسلة معقولة. اليوم اللي بندفعه حندفعه، معروف أنه حندفعه، يمكن ندفع أكتر، ولكن منه معلوم هو الإيرادات الوهمية اللي عم بجرب يعطونا إياها ويجرونا بالسياسي حتى نقر سلسلة تخرب البلد، ونحن مش مستعدين نكون لا شهود زور ولا نكون شركاء بخراب هذا البلد. وشكرا. لا مش هذا القصد. صار في اتفاق بين الغياب عن جلسة رئاسة الجمهورية، نفس الأسلوب عم تعتمدوا نفس الموضوع، وإلا ليش ما نكون نقاش عم تحكوا المواضيع تناقش بالهيئة العامة مش بالكواليس؟ لسبب بسيط، السلسلة في مناقشة أرقام، والأرقام بدها دقة وبدها دراسات وبدها وضوح بالأرقام حتى تقدر توصل لأرقام حقيقية. بالهيئة العامة هناك استحالة بالوصول إلى أرقام ومناقشة أرقام ومستندات، شفناها مرة الماضي مشان هيك لهذا السبب يوم الرئيس بري والأفرقاء السياسيين شكل اللجنة الفرعية برئاسة زميل جورج عدوان للتمكن من دراسة الأرقام والواردات والنفقات بدقة، أيضا للاستعانة بمجلس الخدمة المدنية وللاستعانة بمديرية الصرفيات في وزارة المالية للوقوف على حقيقة الأرقام، وهذا غير ممكن أن يتوفر في الهيئة العامة. اللي صار باللجنة الفرعية أنه جابت مجلس الخدمة المدنية، أعطانا تاريخ السلسلة والزيادات اللي صايرة وحقيقة الرواتب، مديرية الصرفيات زودتنا بجداول مقارنة، تفاجأنا نحن ببعض الأرقام وتفاجأنا أنه في ناس مثل الإداريين حقوقهم مهضومة للآخر، ما عندهم أي حقوق، بينما الآخرين هناك زيادات هائلة طرأت على رواتبهم بطريقة يعني جعلت الفروقات كبيرة وكبيرة جدا. وهذا اللي عملته اللجنة، أنه عملت نوع من التوازن بين الفئات، وعملت نوع من العدالة بين الفئات، وبلشت تفتش على موارد ونفقات تكون منطقية تتناسب مع الواردات. أيضا درست اللجنة الفرعية
موضوع الإصلاحات، لأنه مش منطق ببلد مثل لبنان بعجز موازني 7700 مليار تيجي تقر كمان 2000 مليار فوقهم دون أي إصلاح. نحن منكون نحن عم نروح بإجرينا إلى اليونان وإلى إفلاس يشابه إفلاس اليونان. مشان هيك كانت اللجنة الفرعية وليس الهيئة العامة. وبرجع بقول نحن مثل ما قال زميلنا غازي اليوم وبكرة وبعد بكرة مستعدين نجلس مع الآخرين كل الآخرين، وجلسة علنية إذا بيريدوا لحتى نناقش الأرقام والواردات ونوصل لسلسلة متوازنة لا تخرب الاقتصاد ولا تخرب البلد ولا تؤثر سلبا حتى على المستفيدين من هذه السلسلة. شغلة إضافية لو سمحتم، هذا اسمه مشروع مقدم من الحكومة، واليوم ما عم نشوف مسؤولية عند الحكومة بأخذ أي قرار. الحكومة عم تحاول، وزير المالية عم بحاول يزتها على النواب أنه تفضلوا النواب أنتوا قولوا شو بدكم. هذه محاولات لرمي كرة النار على الآخرين. أتمنى الحكومة أن تأخذ مسؤوليتها، أتمنى وزير المالية يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية الإنفاق، يتحمل مسؤولية الإيرادات، ويتحمل أيضا مسؤولية الإصلاحات. نحن عنا العديد من الإصلاحات اللي طرحناها واللي تم تذويبها أو محاولة تذويبها في أول جلسة عامة، ونحن عنا إحساس أنه حتتذوب أكثر وأكثر بالمستقبل، وهذا مش لمصلحة البلد. شكرا. إذا مشاهدينا كنا مع المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب من 14 آذار، وذلك تعليقا على موضوع سلسلة الرتب والرواتب ودعم يعني كما قالوا الرئيس نبيه بري لهذه المطالب. والآن يستعد النائبان حكمة ديب وإبراهيم كنعان أيضا لعقد مؤتمر صحفي على هامش أيضا موضوع السلسلة. طبعا نذكر أنه هيئة التنسيق النائبية معتصمة بهذه الأثناء بوزارة الداخل وزارة التربية، وهي تلوح بأنه هذا الاعتصام سيكون مفتوحا إلى يعني الأيام المقبلة. وزير التربية يصر بأنه موعد الامتحانات الرسمية سيبدأ يوم الخميس المقبل، وكلا الطرفين يعني هن عم بيقولوا انه هن اللي بيقرروا امتى بتكون الامتحانات. اذا سنكون مع النائب ابراهيم كنعان. يعطيكم العافية، بس تنسمع بعضنا. اولا بالشكل نحن اليوم ما فينا نسوي منطقين، منطق بيرفض المقاطعة ومنطق آخر بيقول إنه لا فينا نقاطع. إذا كلنا متفقين إنه هيدي السلسلة وهذا المشروع القانون هو أساسي ويتصل بمصلحة الدولة العليا، وإذا كان في موقف اعتراضي من مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس ورفض اللي عم ينقال واللي نحن عم نقوله انه ميثاقية الجلسة، بمعنى مش جلسة، ميثاقية الرئيس والوصول الى تصحيح خلل، وبالتالي المشترع سمح لأقلية معينة مثل ما ورد بكتير من الاجتهادات بانه تاخد موقف، وإلا ما كان قال التلتين وترك مجال للتلت. اليوم عم نشوف انه بظروف اخرى في حدا عم بيقاطع وعم بيبرر هذه المقاطعة اليوم، وبالتالي دستوريا صارت الأمور وجهة نظر. فإذا بالشكل بسجل أنه مسألة الدستور ومسألة المساء ما حيتحكر على حدا، وعملية القول بأنه نحن منعرف أكتر ونحن عم نحترم الدستور وغيرنا مش عم يحترم، صارت هيدي برسم الرأي العام اللبناني كله، يلي شهد اليوم مبارزة ومنطق عم ببرر عمليا منع جلسة هلأ بحكي عنها، اللي هي تاني نقطة بدي أحكي فيها، واللي هي كمان بالشكل جلسة عم ينحكى عن أرقام، وعم ينحكى أنه هيئة عامة ما فينا نتفق فيها وما فينا نقارن فيها أرقام الواردات وأرقام النفقات. طيب
بجردة سريعة. نعرف انه هيدي السلسلة قعدت بالحكومة سنة ونص بلجنة فيها 13 وزير ورئيس حكومة، وانتقلت من بعدها الى لجنة فرعية بمجلس النيابة كانت برئاستي، وكان احد الزملاء يلي اليوم تكلم كمان بهذا المؤتمر الصحفي الاستاذ جراح كان هو عضو فيها كمان. كان في عضو تاني من كتلة المستقبل كان استاذ نائب الزميل رياض رحال. كانت كل الكتل ممثلة. وصدر من اللجنة الفرعية الأولى تقرير بإجماع الزملاء بأرقام. من بعد أكثر من 50 جلسة انعملت مع وزارة المالية، مع كل المؤسسات والإدارات، من جمارك، من آراء اتخذت من مديرية صرفيات، من غيرها، كل الناس عطت رأيها وطلع تقرير بالإجماع. فإذا اندرست كمان من بعد ما اندرست بالحكومة، رحنا على لجان مشتركة من بعد اللجنة الفرعية الأولى. وكمان هون كان صار في وزارة مالية جديدة، وصار في يمكن إبداء رأي ببعض الأرقام اللي كانت عندنا سابقا، وعدلنا وخفضنا السلسلة من أرقام الأولى بإجماع اللجان المشتركة إلى أرقام أخرى نزلت بحدود يمكن 15-20%. وأجمعوا 54 نائب بمثلوا كل اللجان، ما عدنا عم نحكي بلجنة فرعية، على فورمول معينة. ظهرنا بحدود 2241 مليار يلي هي مش بعيدة اليوم عن الكلفة اللي عم نحكي عنها وهلأ بشرح لها. رحنا على الهيئة العامة، تقلكن إن القصة مش قصة أرقام. رحنا على الهيئة العامة بعد تقريرين، لجنة فرعية أولى مشارك فيها الكل، لجنة فرعية تانية كذلك الأمر، عفوا لجان مشتركة مشارك فيها الجميع، تحت عنوان توازن مثل هلأ عم نسمعه، توازن إيرادات ونفقات، إصلاحات وحقوق. فتنا على الهيئة العامة اقتراح الرئيس سنيورا مرق اللي هو تأجيل أسبوعين وتشكيل لجنة فرعية تانية، يعني هي تالت لجنة بعد اللجان المشتركة كمان تدرس الأرقام وتدرس الواردات. صرنا مقطعين سنتين بهالدراسة، وراحت وعملت تقريرها. تقريرها طلع صحيح نظريا ب 1800 مليار 1807، ولكن بالهيئة العامة كلكم كنتم موجودين وقت اللي حكينا عن المرسوم 1010 وربطوا الحد الأدنى للأجور بالتعويض العائلي، ارتفعت الكلفة إلى بحدود 2017 مليار. فإذا حتى كلفة اللجنة الفرعية الأخيرة هي مش 1800 مليار، هي 2017 مليار. وبالتالي ما عاد ندرس الموضوع، وما عاد فيه هنالك هذه الفروقات الكبيرة اللي عم ينحكى عنها بين السلاسل. فإذا الموضوع مش موضوع أرقام. اليوم شو عم نسمع؟ عم نسمع إنه دايما عشية الوصول إلى الهيئة العامة هنالك موقف لبعض الأطراف بيقول انه الارقام والارقام والارقام. طيب سنتين لو نحن بدكانه، معلش اذا استعملت هالوصف اسمحوا لي، بدكانه يعني دوله بعيده عنا كثير، يمكن عم نحكي بمجاهل افريقيا، ونجيب محسبجي وتقعد سنه مش سنتين جمعتين يشوف شو ورداتها وشو نفقاتها ويحسب بقى هالأرقام، لأنه كذبة الأرقام صارت كتير كبيرة، يعني صارت فضيحة. أنه حلنا نعرف شو قادرين نعطي وشو مش قادرين نعطي، وحلنا نصارح اللبنانيين والقطاع العام بإمكانيات الدولة، أكانت 1300 مليار أو 2000 مليار مثل ما هلأ عم ينحكى. وبالتالي نعمل سلسلة تتناغم مع هذه الأرقام. اليوم اللي نحن شفناه انه رفض الدخول الى الهيئة العامة بحجة انه ما فينا نتوافق جوا، هذا غير مقبول، لانه النقاش الاخير بكل القوانين من بعد ما تكون استغرقت باللجان هالعدد من الاسابيع والايام والاشهر بصير بالهيئة العامة، وهذا يصوت عليه بالهيئة العامة، وقد يكون الاكثرية هالمال او الاكثرية هديك المال. بس انا برأيي تأوجز آخر شيء أنه هذا الموضوع ما عاد رقم، الكلفة صارت واضحة والإيرادات صارت واضحة. أنا معي جدول بتحبوا بوزعوا عليكم، وهذا الجدول ببين جدول مقارنة
أرقام الحكومة، أرقام اللجنة الأولى عم بحكي كإيرادات، وأرقام اللجان المشتركة واللجنة الأخيرة، وبتشوفوا أنه آخر شيء عم نحكي كلنا سوا تقريباً بذات الأرقام عم نرفض هذا البند أو عم نأيد هذا البند. بناء المستدام بيجيب 400 مليار رفض، استعاد عنه أو الاقتراح أنه نطلع على TVA، كل هاي تفاصيل. مش مسموح بعد نقول لللبنانيين أنه دولة، حكومة، إدارة، مجلس نيابة، خبراء، نواب، وزراء مش قادرين بعد سنتين يعطوا اللبنانيين رقم صحيح وسليم ويلتزموا فيه، ويقولوا بالمقابل أنه هيدي هالسلسلة المتوازنة من بعد ما يكون أجمعوا عليها بكل المراحل اللي هلأ ذكرتها، بأول مرة وبتاني مرة وبتالت مرة وبرابع مرة إجماع بدون أي تحفظ. وكيف بينزل الوحي ليلة أو عشية مثل ما هلأ عم نشوف الدخول إلى الهيئة العامة حتى نبحث ونقر نهائيا، بتبلش الأمور تطلع وكأنه ما حدا قاعد مع حدا وما حدا حكي مع حدا، وهالإجماع يلي إجت فيه كل كل هالتقارير هو بالآخر كان يمكن نوع من الخيال. هذا أمر لا يجوز. لذلك المشكلة برأيي مشكلة خيارات، وأنا قلتها باللجان المشتركة بعد آخر جلسة هون على هذا المنبر، قلت المشكلة هي مشكلة خيارات وليست مشكلة أرقام. يا نحن بدنا كادر بشري بهالدولة بيقدر يكون منتج عنده حد أدنى من الحقوق، وهذا الكادر لازم يتعزز مش يضل 70% شغور بالدولة اللبنانية. يا نحن خيارنا شيء تاني، لا نؤمن بالكادر البشري بالدولة، لا نؤمن بالقطاع العام، نعتبره فاشل، وبالتالي نذهب شيئا فشيئا تحت ذرائع متنوعة ومتعددة مثل اللي عم نسمعها إلى أمور أخرى، إلى إدارة رديفة، إلى جيش من المستشارين، إلى ما بعرف خصخصة. نحن مش ضد الخصخصة بس مش هيك، مش أحساب كل الدولة. قالوا لي كيف بتخصصوا الجيش مثلا؟ نعملوا شركة ونطلبوا من سيكوريتاس؟ منقول له بكرة شرف في عندنا مشكلة قديش بدك؟ مش معقول هالشي. عندك واجب من سنة 96 لليوم أطرح هذا السؤال، من المسؤول عن وصول مثلا مؤشر التضخم ل 121% وعدم مراجعة الرواتب من 96؟ مين المسؤول عنها؟ مش السلطة التنفيذية والحكومات المتعاقبة؟ هاي كمان مسؤول عنا راجح أو مسؤول عنا المواطن اللبناني؟ من هذا المنطلق في اليوم خيارات بدأت تتاخد. الموضوع ما عاد موضوع أرقام، كل الوزارات عطت رأيها، وزارة المالية أكثر من مرة زودت اللجان النيابية بأرقامها. هن قالوا هلأ الزملاء أنه مديرية الصرفيات كانت موجودة معهم باجتماعاتهم، كذلك باجتماعاتنا كانت موجودة، وبالتالي الموضوع صار مسألة قرار. لا يجوز عندما نصل إلى الهيئة العامة أنه ننسى كل اللي عملناه قبل ونصبح بالآخر كأنه في وادي بيننا وبين حالنا، لأنه نحن كلنا موجودين بهذه اللجان وكلنا أخذنا قراراتنا بالإجماع. الكادر البشري برجع بقول هو أساسي لبناء الدولة بلبنان، وما فينا نكون مع مشروع الدولة من مال ونحن ضد أو مش ضد، ولكن نحن عم ناخد هيدا الموقف من تعزيز قدرات وانتاجية هذه الدولة من خلال اعطاء بعض الحقوق. برجع بقول لانه ما عم نوصل مش بس على 120%، بكل الاقتراحات يلي هلا موجودة بين ايدينا نحن مش واصلين ل 60 و70%، وبعض الاحيان يمكن ل 50. اذا كل هالجهد يلي عم ينحط بده يرجع يتضحى فيه كل مرة بس بدنا ندخل على هيئة عامة، بتكون المشكلة مش عند الرئيس بري، بتكون المشكلة مش عند اللي عم يدعي الى جلسات لحتى يصير فيه نقاش بالهيئة العامة. خي خلصتوا التقرير وين منناقش؟ وقت اللي بتخلص لجنة أنا بطرح السؤال عن جد على كل الزملاء، وقت اللي بيخلص عمل باللجان لوين بيروح؟ بيروح على الهيئة العامة. كم مرة بدنا نرجع للجان بمشروع صار له سنتين عم ينبحث بين لجان وزارية ولجان نيابية؟ من هذا المنطلق بقول أنه اليوم سقطت إذا بدكن عملية الأرقام و يعني الكلام عن الأرقام. برأيي مش هيدا هو المشكل، المشكل هو بالخيارات. نحن أمام موقف من الدولة ومن كادر البشري، بدنا أو لا نعزز هذا الكادر، بدنا نعترف أنه في ضرورة لدولة تكون منتجة أكثر، بدنا إدارة عامة بلبنان أو ما بدنا.
هذا الخيار. وبالتالي أي كلام آخر بعد ثلاث لجان ولجان مشتركة ولجان وزارية ودراسات قامت فيها نفس الإدارات ونفس الوزارات ونفس الأشخاص باللجان الفرعية، يا عمي نفس الأشخاص، نرجع بالآخر بنقول أنه لا، بدنا ندرس عن جديد موضوع، ما عاد بده درس، بده إقرار ومناقشة في الهيئة العامة. ونحن بندعي الجميع ضنا بهالبلد وبالأمن الاقتصادي والاجتماعي وبكل الاستحقاقات من امتحانات لا أمور أخرى، لا شعور الناس بأنه هالدولة هي دولتهم، لا أشياء أهم بكثير لازم نبحثها بالمستقبل، موازنة وقانون انتخاب وغيره وانتخاب رئيس جمهورية كمان كأولوية. هيدي المسائل ما رح تمشي إذا بدنا نضلنا كل مرة نتلطى وراء يعني أمور ما عادت بقى تبيع ولا عاد حدا يقدر بقى يسوقها. هذا اللي حبيت أقوله ويعطيكم العافية.